كابتن امير وجيه، بنرحب بحضرتك معانا على في الجول. وفي البدايه كنا عايزين حضرتك تكلمنا على استضافه بالم هيلز بطوله العالم، وازاي ده بيأثر في زياده شعبيه اللعبه في النادي. طبعا انا برحب بيك في بالم هيلز. احنا في الحقيقه النادي عندنا هنا كان برنامج الاسكواش مختلف شويه. يمكن ما بدانا برنامج الاسكواش في بالم هيلز كان دايما بنبصل لدعم السياحه الرياضيه في مصر باستخدام، طبعا احنا عندنا اكتر من 10 معسكرات دوليه سنويا. المعسكر بتاعنا واتجاهنا كان دايما للفيوتشر، للمستقبل، للبرنامج لدعم الناشئين، فبالتالي نقدر نستضيف بطوله العالم الاكبر في التاريخ من حيث الجوائز واللاعبين وعدد اللاعبين. عندنا في بالم هيلز امكانيات النادي بتؤهله جدا، ان هي يعني اللعيبه كلها عندها فيدباك جامد جدا على النادي. يمكن في ناس بعد البطوله خرجت بس مادت ان هي تقعد اكتر من كده تتمرن وتقعد وتستمتع بالجو بتاع مصر الجميل، وامكانيات النادي طبعا متاحه اليوم كلهم وعلى اعلى مستوى. بالنسبه لشعبيه اللعبه طبعا كل البطولات الدوليه ديت، وبحب اشكر الاعلام والميديا دورهم الكبير جدا في الفترة يمكن آخر 20 سنة، من خلال النتائج اللي احنا بنحققها على مستوى الناشئين والنشآت ورجال والسيدات بطولة العالم. انت عارف مصر بقى لها 25 سنة مكتسحة الاسكواش عالميا، وان شاء الله يعني الخبر الحلو اللي جالنا واسعدنا اكتر وشجعنا بالم هيلز اننا يعني نستضيف بقى بطولات الرجال والسيدات وبطولات عالمية زي بطولة العالم. دخول اللعبة الاولمبياد، دخول اللعبة الاولمبياد هو اللي يعني ان شاء الله سياسة الشركة ان هي بتدعم الالعاب الفردية في الاولمبياد في باريس وان شاء الله في 28، وبنوعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الجمهور المصري والمسؤولين في مصر بميداليات اولمبيه باذن الله بدعم كبير من الشركه، لان الالعاب الفرديه هي اللي كان يمكن عندها شويه يعني مش مظلومه يعني شويه في ناحيه السبونسرشيب والرعايه. بالتالي ان الحمد لله دلوقتي الشركه بترعى 10 لاعبين في الالعاب الفرديه رايحه اولمبياد باريس، وبالتالي ان شاء الله هنكمل لغايه اولمبياد لوس انجلوس في 28 ان شاء الله. وبالذات الاسكواش احنا مميزين فيها جدا، واستضافة بطولة العالم هنا نتمنى انها يكون مصر ان شاء الله باذن الله. وبالتالي بنحاول نحافظ على الجيل ده والاجيال اللي جايه اللي هي الصاعده، عشان خاطر بعد 4 سنين انت مش عارف ايه البلاد التانيه بتشتغل ازاي، البرامج بره بتشتغل ازاي. بنحاول نحافظ على الابطال ديت، نوفر لهم اكتر من بطولات دوليه في مصر سنويا 4 5 بطولات، بحيث ان احنا برضو تكاليف السفر بقى مغالي جدا جدا جدا. فلما اللاعب بيحب يلعب وسط جمهور ووسط طبعا في بلده بيقدر يطلع طاقات اعلى كتير جدا. يمكن في لاعبين بتحب تلعب تتحمس جدا قدام جمهور، بتطلع 200% من مجهودها غير لما بتلعب بره. فدوت بنوفره من خلال دعم الرياضه بشكل عام في مصر وبرياضه الاسكواش ان شاء الله بوجه خاص. يعني رغم الشعبيه الكبيره والنجاحات الكبيره اللي بتحققها مصر، دايما في تخوف عند المتابعين من قصه ان اكيد البساط هيتسحب، ده ممكن يبقى فيه تجنيس. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ هو طبعا في جرس انذار كبير جدا، هو مش بس التجنيس، هو الجيل دوت يعني ادى اللي عليه وزياده، ويمكن مستوى اعمارهم يعني بيتخطى ال 30 او قريب من ال 30. فطبعا دي سنه الحياه، بعد 4 سنين انت ما تقدرش تقدر تنافس في العاب فرديه لو عندك 36 سنه على مستوى ميداليا. وبالذات كمان الاتحاد الدولي الكوتا اللي ده عملوا بيها المشاركه في الاولمبياد بقت بس هم احسن لاعبين من الرجال والسيدات حسب التصنيف بتاعهم عالميا اللي هيشاركوا في البطوله. فدوت برضو بيبقى في عندنا هنا طب الثالث والرابع والخامس المصريين، اللعبه دخلت اولمبياد ممكن تكمل ممكن ما تكملش، زي الكاراتيه دخل وخرج. فبالتالي المنافسه هنا هتبقى مش في الفنيا اكتر من ان هي في دول ممكن انها تقدر تقدم عروض للاعبين اللي هم بره التوب 2 في مصر بحيث ان هم يروحوا ويشاركوا. وحلم طبعا لكل رياضي ان هو يمثل الاولمبياد، وبيحلم ان احنا بقالنا اكتر من 20 سنه 40 محاوله بنحاول نوصل للاولمبيات وما فيش موفقناش. فطبعا كل اللاعبين بتتمنى تلعب في الاولمبيات، وهو الـ يعني الضغط علينا هيكون من ناحيه التجنيس اكتر من المستوى الفني وكده. حضرتك كان ليك تجربه خارج مصر تحديدا في امريكا طبعا، ودكتور اشرف صبحي يمكن في مره قال ان هو لقى ان كل شويه لعيب بيطلع بره مع كابتن امير، فانا قمت مكلم كابتن امير وقلت له انت تيجي مصر وتشوف ايه اللي انت بتعمله بره ونعمله هنا. فبرضه ازاي جه التواصل ده، وازاي برضه ان وزير الشباب والرياضه بيتصل بحضرتك عشان دعم اللعبه، ده فرق معاك ازاي؟ هو طبعا ده شرف كبير ليا. دكتور اشرف صبحي يعني صديق عزيز ورياضي قدير، كان لاعب كاراتيه دولي ولاعب على مستوى عالي، فاحنا تقريبا يعني نفس الجيل تقريبا في العمر وكده. دكتور اشرف لما طلب مني ان طبعا ارجع مصر ونحاول نعمل مشروع قومي يبقى فيه خط موازي بحافظ فيه على الاسكواش جنب الاتحاد، وبحيث ان احنا بنقدر ننشر اللعبه في محافظات ما فيهاش برامج سكواش. طبعا رجعت على طول والحمد لله
يمكن قدرنا ان احنا بنعمل برامج في بورسعيد، وقدرت انها تطلع ابطال ناشئين، وبنحاول ان احنا نحافظ على الابطال اللي موجودين في مصر. حكايه السكولرشيب في امريكا دي، طبعا امريكا بتدخل الالعاب الفرديه، دخلت اللعبه في الاولمبياد في 28، عندها هي عارفه هي بتعمل ايه. طبعا بتدي فرصه لجميع اللاعبين المميزين ان هم يدرسوا مجانا في احسن الجامعات في العالم، ودي طبعا بتبقى اغراءات قويه جدا. في لعيبه بتروح وبترجع، وفي لعيبه بتكمل. يعني علي فرج سافر وتخرج من جامعه هارفارد هندسه ورجع مصر وفضل انه يرجع هنا، والحمد لله رجع وتربع على عرش الاسكواش وقدر يفوز بالغايه دلوقتي باربع بطولات عالم. وفي لعيبه بتكمل، بس طبعا الابطال اللي احنا بيبقوا مميزين جدا وبيحبوا يكملوا في الاسكواش، وهم اللي بيرجعوا، لان الاسكواش في مصر، هي مصر هي عاصمه الاسكواش، وهي زي الكوره في البرازيل كده والارجنتين مثلا، هي اللعبه بقت دلوقتي شعبيتها كبيره جدا في مصر. الجوائز والشركات اللي بتدعم الابطال ديت مش موجوده في حته في العالم. يعني ممكن لاعب يسافر بره، حتى سالني ولد صغير في البطوله هنا بيقول لي ليه كل اللعيبه بتاعتنا عليها ساينز وسبونتا، يعني اسامي شركات وبنوك على التيشيرتس، والاجانب عندهم. مش هتقول ان احنا شعبيه اللعبه كبيره جدا. اللعبه دلوقتي بقت بعد كره القدم في مصر هي شعبيتها، النجوم بقت معروفه، بالتالي النتائج الممتازه والاعلام والقاء الضوء والبطولات الدوليه اللي بتتعمل في مصر دي كل سنه اكتر من 5-6 بطولات كبار جدا على الخريطه، بلاتينم وجولد وبطولات عالم كل سنتين، في بطوله عالم في مصر دي يعني بتستضيفها وبيبقى احسن تنظيم. بالتالي كل الرعاه بداوا يبصوا على اللعبه بقوه وبداوا يعمل سبونسر شيب. زمان كان يمكن في احمد براده بس هو اللي عنده سبونسر شيب وقت الاسكواش وهو طالع في منتصف التسعينات. دلوقتي احنا في اكثر من 30-40 لاعب عندهم سبونسر شيب، الناشئين عندها سبونسر شيب كبيره جدا، العقود بتاعت الانديه بقت كبيره جدا، الدوري المحترفين اللي موجود في مصر بشجع السبونسرز بقى كتير جدا، في مجهود كبير جدا من الدوله طبعا ومن وزاره الشباب والرياضه والسيستم اللي محطوط في من الاتحاد المصري للسكواش يشجع الرعاه ان هم يكملوا مع اللاعبين والانديه. فدخل بقوه الانديه الخاصه دلوقتي، يعني الانديه زمان كانت اللي فيها جمعيات عموميه هي اللي مسيطره، نادي الجزيره، النادي الاهلي، النادي اليوبلس، النادي سبورتنج، هي دي النوادي اللي كان فيها السكواد، دخلت بقوه بقى الانديه الخاصه، فبالتالي عندها فاسيلتيز اعلى، عندها تركيز على الالعاب الفرديه، فبالتالي هيبقى دوت ابجريد للعبه جامد جدا، وان شاء الله نقدر نحافظ على الرياده ونزودها باذن الله. لما بنسال ابطال زي علي فرج ونور الشربيني اللي هم على قمه السكواش حاليا، ايه سبب التفوق؟ فبيقولوا ان احنا واحنا طالعين شفنا رابع عاشور، عمرو شبانه، حتى امنيه عبد القوي بالنسبه لنور، فده بيفرق معانا جامد. بما ان في معانا دلوقتي علي ونور ونوران ونور ومصطفى عسل واسامي كتير كبيره، بخبره كابتن امير وجيه، هل في اسامي تقدر تقول لنا من الناشئين دول هيبقوا علي فرج، دول هيبقوا نور الشربيني؟ طبعا ده احنا عندنا اوريدي امينه عرفي بطله العالم للناشئات رغم صغر سنها، يعني ان شاء الله ربنا يحميها، كسبت بطوله العالم اصغر لعيبه في العالم بتفوز بطوله العالم تحت 19 سنه، وهي لسه عندها بطولتين كمان وفازت باللقب مرتين في فيروز ابو الخير ثاني العالم، وبرضه في الناشئات في اسامي كبيره جدا طالعه في الناشئين، برضه محمد زكريا اللي كسب بريتشوبن يو 19 وطلع الثاني على العالم تحت 19 وهو لسه 16 سنه. فلا مصر الحمد لله في مروان عسل، اخو مصطفى عسل صغير، في عسل من جهه، وفي لعيبه كبيره جدا يعني جايه في الطريق ان شاء الله باذن الله. وحظنا حلو ان الابطال بتوعنا الخريطه بتاعت الدوري المصري مخليهم مش متجمعين في نادي واحد، يعني بنشوف في اسكندريه نور الشربيني، هنلاقي هانيا الحمامي موجوده في وادي دجله، هنلاقي طارق مؤمن في نادي الجزيره، هنلاقي نوران جوار في بالما هيلز. فالحمد لله كل دوت بيشجع الاكاديميات والاولاد الصغيره بتتفرج عليهم وهم بيتمرنوا، بيخشوا معاهم هم كمان بيقدروا يلعبوا مع الجونيورز، والجونيورز ما بيش كسف دلوقتي لو يشوف بطل بيلعب بيقول له انا عايز العب معاك، بيقلده في اللعب بتاعه، بيحاول ان هو بيبقى عنده ثقه في نفسه وبيلعب مع بطل العالم، ودي فرصه ما بتتكررش كتير بره، يعني دي فرصه احنا متمتعين بيها وبنقدر ان احنا نزود منها شعبيه اللعبه. وان شاء الله انا شايف ان في دور كبير جدا هيبقى على الابطال ديت، بس للكوميونتي للمحافظات اللي ما فيهاش سكواش، يعني المفروض البطولات الجمهوريه انا هقدم اقتراح للاتحاد المصري للسكواش ما تتلعبش في القاهره، يعني البطوله دي لازم تتلعب في بورسعيد، تتلعب في الاسماعيليه، تتلعب في طنطا، تتلعب للاسف ابطال العالم دي عشان علي فرج او نور الشربيني او هانيا نور طيب او اي حد من ابطال العالم، ده الاكزيبيشن بتاعه مصطفى عسل يعني بيكلف كتير جدا. فبالتالي احنا لو ما ننقل البطوله ديت بطوله جمهوريه وفي عقود ما عندتهم فلازم هيضطروا يروحوا يلعبوا في المحافظات دي، وفرصه كبيره ان الناشئين تتفرج على ابطال العالم وفور فري، وحس انهم برضه
اللاعبين دي ملتزمه بعقود فلازم هتلعب في البطولات دي. دي برضو من الافكار اللي بتنشر اللعب اكتر واكتر واكتر، وان شاء الله يعني انا شايف ان في مجهود كبير من الاتحاد وال يعني هيتقبل الافكار الجديده اللي بتطور في اللعب. الاسكواش خلاص اولمبياد في 2028 بمجرد اعلان الخبر، فخلاص المتابعين حتى اللي مش مهتمين قوي بالسكواش منتظرين 6 ميداليات مصريه. طبعا الموضوع مش بالسهوله دي، فرساله حضرتك برضو عشان توصل لل لا طبعا هو صعب. بص هم بره الامنيات حاجه والحقيقه حاجه ثانيه. الكوت اللي اتعملت بيها التمثيل في الاولمبياد هيمنعك من انك تاخد الميداليات دي العدد ده، والسن بتاع اللاعبين مع عقود اللي هتجيلهم اعتراف من بره وممكن تجنيس، وده هيكون موجود ووارد ومتقبل في كل حته في الدنيا. تشوف منتخب فرنسا في الكوره او هولندا او انجلترا تلاقي نص الفريق مش موجود من نفس الدوله وكده، بيبقوا لعيبه من افريقيا او من شمال اطلسي وبيتجنسوا وبيلعبوا باسم الدول ديت، فده احنا لازم نتقبله. ولازم ان احنا نحافظ على الولاد اللي هي هتلعب ساعتها في الاولمبياد، نعمل لهم عقود طويله، نقدر نحط لهم بينالتيز في العقود بتاعتهم، نقدر نحط لهم جوائز مغريه جدا بحيث ان ما فيش الجوائز دي بتتعمل في اي حته في العالم. شايف مصر دلوقتي بطوله بالما هيلز $1,200,000، دي اكبر جائزه في تاريخ الاسكواش العالمي، مش ممكن تتعمل في حته. امريكا نفسها ما قدرتش تعمل البطوله دي. فبالتالي اللاعبين هنا مستوى المعيشه بيكسبوا بالعمله الصعبه، العيشه هنا بتبقى فيها رفاهيه اكتر، لكن بره برضه مستوى الضرايب في البلاد دي بيوصل 50% على الابطال، فكل دوت بيشجع ان اللعيبه دي تفضل قاعده وتجيب العمله الصعبه وتستثمرها في بلدها هنا في مصر، من خلال ان هم بداوا يعملوا مشاريع، بيشتروا ريل استيت، بيشتروا يعني بيستثمروا فلوسهم في بلدهم. ودوت اللي يعني احنا دايما بنحاول نتذكر بيه الاولاد. التجربه اللي انا خضتها في امريكا وسافرت بره، انا دافع ضرايب جامده جدا، يمكن في 5 سنين دافع $700,000 ضرايب، ده رقم كبير جدا جدا جدا. بالتالي التجربه ديت بتقولها للناشئين وبتحاول توعيهم ان هم يقعدوا في بلدهم، يقعدوا هنا عشان خاطر يدوا مصر اكتر ويقدروا يجيبوا الفلوس العمله الصعبه دي يستثمروها هنا، وتبقى مصر هي عاصمه الاسكواش في العالم كله. يمكن المعسكر الصيفي اللي انا بعمله في بالما هيلز هنا سنويا بيجي اكتر من 14 دوله يشاركوا فيه. السنه دي احنا ان شاء الله نجاح المعسكر والبطوله العربيه للناشئين سنه ورا سنه، السنه الخامسه على التوالي، عندنا 3 شهور معسكر هيبدا من 15/5 ل 20/8، وده يمكن اكبر واقوى معسكر في العالم دولي بيتعامل في مصر. بنشجع السياحه الرياضيه، خبرات بتيجي، بياخدوا مدربين من مصر عندنا او احنا بنديهم خبرات، بنقدر ندخل عمله اجنبيه للدوله، بينقلوا الشكل الجميل اللي احنا فيه ده. كل الناس مبهوره بالفاسيلتيز والامكانيات اللي في النادي وفي مصر كلها، الحمد لله طرق بقت اسهل لكل حد، يعني في حاجات كتير فيها تقدم كبير جدا، ان شاء الله نحافظ عليه ونطوره باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا، مشكورك جدا، الف شكر، الف شكر.